رح نبتدي أول شي بالفراخ بدبس الرمان ونشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجة لأربع صدور دجاج أو ما يعادل كيلو، نص أو كوب ونص مي مع ثلاث معالق دبس الرمان، ربع كوب زيت نباتي، بصلة كبيرة مقطعة صغير، اثنين فستوم مفروم، معلقة كبيرة دقيق، معلقة صغيرة فلفل أحمر بابريكا، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، نص معلقة صغيرة قرفة، وطبعا شوية ملح وشوية فلفل. لكن اليوم مثل ما قلت الفراخ بدبس الرمان، عندي صدور دجاج ومقطعين يعني مش بطريقة تقطيع الطاووق، شوي مكعبات شوي أكبر من مكعبات لما نكون عم نعمل شيش طاووق، ومعهم رح نحط دبس الرمان. دبس الرمان اللي هو جدا جدا مفيد للصحة وصحي كتير، خاصة إذا كان طبيعي من دون ما نكون مزودين له سكر. يعني إذا كان أصلا دبس الرمان اللي هو العصير تبع الرمان مركز. لكينا هلأ أول شي رح نعمله مثل ما قلت لكينا، بدنا نحط الطاسة على النار، ورح نحط مع الطاسة على الطاسة رح نحط الزيت وننطره شوي لحتى يحمى قبل ما نرجع نبلش نقلب شوي البصل. لكينا عندي هون البصل والثوم، رح قلبهم مع الزيت والدقيق ونرجع بعدين نحط معهم الفراخ. أول ما يبلشوا الفراخ شوي يستووا بنحط الدبس الرمان، رح نخلطهم مع المي، نخلطهم منيح ونحطهم فوقهم. طبعا ضل عندنا التوابل اللي هن توابل عديدة معي إياها اليوم، مع القرفة، مع الكمون، مع الكزبرة، مع البابريكا، حتى قد ما فينا مثل ما دايما بقول استخدموا كتير التوابل، نوعوا بأنواع التوابل حتى تعطيكم طعم غني، وبنفس الوقت نكون عم نقدر نستغني عن انه نكتر ملح بالاكل، لانه طبعا كلنا صرنا عارفين قديش الملح مضر للصحه وقديش نحن قد ما فينا لازم نكون عم نخففه. بما انه عم نحكي عن الملح كثير بيسالونا طب نحن قديه بحاجه لملح يوميا؟ نحن يوميا احنا فينا نستغني عن الملح الابيض لانه الملح او الصوديوم موجود بكثير اكلات، يعني ممكن اي نوع خضار، فاكهه، قصص معلبه، ماكولات، كله بيحتوي على الصوديوم. العيش اللي بناكله فيه صوديوم، المشروبات الغازيه اللي بنشربها فيها صوديوم، اللي هو الملح تحديدا. فنحن بحاجه لمعلقه صغيره من الملح يوميا، بس مش الملح الابيض اللي نحن بناكله، لانه نحن هيدي المعلقه الصغيره مثل ما قلت فينا ناخذها من كثير، فينا ناخذها من العيش، فينا ناخذها من اي قطعه حلو نحن عم ناكلها، فينا ناخذها من اي نوع خضار معلب نحن اخذناه، فينا ناخذها من المشروبات الغازيه. يعني هيدي المعلقة فينا ما ناخدها أصلا على شكل ملح لأنه نحن عم ناخدها على أشكال تانية، على شكل صوديوم موجود بالمأكولات. فمشان هيك كتير خففوا استعمال الملح الأبيض لأنه احتياجاتنا للملح مغطية أصلا، منا بحاجة نكون عم ناخدها على شكل ملح أبيض. لكن هلأ رح حط البصل والثوم على النار وقلبهم. ثوم مفروم وبصل مفروم. بنقلبهم مع بعضهم ورح زيد عليهم الدقيق. الدقيق عم حطه لحتى شوي نسمك المي، يعني انا رح حط كتير مي مع الدجاج، مش كتير، كوب رح يكون، كوب مي مع الدجاج ودبس الرمان لحتى تمسك حالها شوي الاكله والمي تسمك شوي. ممكن نزود معهم ملعقة دقيق، هذا الشيء مثل ما قلت بسمك المي. ومثل ما حكيت عن دبس الرمان، لكل الأشخاص اللي عندهم مرض السكر بالدم بيقدروا يستعملوا دبس الرمان. دبس الرمان صحي كتير، إنما بدنا نستعمله
بطريقة معتدلة. يعني هلأ عم بحط أنا بكل الأكلة بكيلو فراخ اللي هو تقريبا بكم بكفي لأربع أشخاص، عم حط ثلاث معالق دبس الرمان، يعني ما يعادل تقريبا رح يطلع أقل من معلقة كبيرة لكل شخص. منا مشكلة، هيك منكون عم نستفيد من فوائد دبس الرمان، من المضادات الأكسدة اللي موجودة فيه، بيحمي القلب، بيحمي الشرايين، بيحمي صحة الدماغ، ما بيعلي السكر بالدم. هيدي الفوائد إذا أخذناها بمعلقة كبيرة يوميا حتى لو عنا مرض السكري وأخذناها مع الأكل ما في مشكلة أبدا. ليش مع الأكل؟ لأنه مع الأكل عادة بكون عم نعمل عملية هضم، وهالعملية الهضم بتكون لما نكون عم نتناول أنواع عديدة من المأكولات، إن كان النشويات اللي فيها ألياف، البروتينات والدهون، عملية امتصاص السكر بتكون بطيئة. مشان هيك دايما بنصح لكل شخص عنده مرض السكري يتناول الفاكهة على طول بعد الأكل، حتى عملية امتصاص السكر اللي موجود بالفواكه تكون بطيئة، مش نتناولها واحدة حتى ما ترفع نسبة السكر بالدم لما نكون عم ناخذها على معدة تقريبا فاضية. لكن رح شوي على النار قبل ما نزيد التوابل، ونرجع بالاخير بنزيد دبس الرمان مع المي طبعا، وبنتركهم على نار خفيفه حتى يستوى على مهل، بس بالاول نار قويه. يعني هلا انا معلي النار حتى الدجاج يستوى بسرعه. ونرجع لما نحط دبس الرمان بنخفف النار تحتهم حتى ما يحترق دبس الرمان. رح نزيد التوابل اللي هن البابريكا او الفلفل الاحمر، كزبرة، القرفة والكمون. التوابل رح تعطيها نكهة مميزة. فينا ما نحط فلفل أسود، فينا نحط رشة صغيرة مثل رشة الملح. رح أحط أنا رشة صغيرة، نص معلقة يعني فلفل أسود ومعلقة صغيرة من الملح. رح قلبهم مظبوط. واتركهم شوي على النار قبل ما نحط معهم دبس الرمان. الفراخ بعدهم على النار وقدامي عندي المي ودبس الرمان. رح اخلطهم مع بعضهم، ومثل ما قلت رح نحطهم فوق دبس الرمان، فوق الفراخ. نوطي النار شوي ونتركهم يستووا على نار خفيفة. لكينا ثلاث معالق دبس الرمان، نخلطهم مظبوط مع المي، مندوبهم بالمي. ومنحطهم فوق الفراخ. طبعا مثل ما قلت بدنا ننطر شوي لحتى الفراخ يبلشوا يستووا قبل ما نحط لهم المي، حتى ما يطلع طعمهم مثل المسلوق، يعني الفراخ المسلوقه، حتى يكونوا مظبوط
اتحمروا شوي بالزيت واخذوا التوابل نرجع بنحط لهم المي ومنخفف النار تحتهم لا يستووا على مهلهم. الدجاج اللي صاروا جاهزين، المي مثل ما شفتوا خفت، مننشفهم، فينا ننشفهم منيح، فينا نترك فيهم شوية مي مثل ما انتم بتحبون، بس هو لذتهم انه يكونوا ناشفين وطعم دبس الرمان يكون مبين فيهم. رح نخرفهم بطاجن. او طبق الفراخ بيدبس الرمان صار جاهز معنا.